אפשרו לו למהר שאפשרו לו יקטלו וברא אליג ואני יושב נסנע מקד של الحبش حتى واحد جوز قيادة واحد أعطى الماء في جبال السلطان واحد أعطى الخبز من الطراب ومناقش حلمه ثم حطوه في الحبس قالوا له يوسف يوسف شلوا من المنام قالوا انتي رفعت الماء بالدبانة انتي ما عملت حتى شيء جبتوا له الكاس مليان زاد بلا فوق صحات ما يعصي ما حيعملك حتى شيء حيردك في الكوماتاك وانتي اللي جبت له الخبز بالتراب حيطير له راس قال له انتي ما تنسانيش بس قول له بس قول لي انا نعرف نفس لنا نسى 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 حتى بعد تالي تفكر قال برغول المرعو قالت ما واحد في الحبش في الحبش خديم يعرف يسلمنا برا مشي يفشلك لما متاك مشى خالك مشى مشى القام زين ياسر قال هذا واحد هذا قلت خديم عرف ورحم مبدل ومشكشو فيا وقال لك هو يوفى يعرف برو يعرف ميات النغوة ويوسف 99 يعرف ويوسف يعرف مية النغمة اللغوة ويعرف تاع ربي تاع ربي هو ما عرف وش تاع شو نقولش هو قالوا ما تقولش لنا اللي انت تعرف تصر مني بوان قال لك هو يوسف قاعد لوطا وبرو قاعد لي معلى ويقول له باللغه يقول له يطع بالدرزه برا يطع بالدرزه تطلع الدرزه الفوقانيه الكل قالوا المنام قالوا احلم سبع بقر شمال وشبع بقر ضعف هاك الضعف غلبوا الشمال وشمال وشبع شبولات مليانين شبع شبولات فرغين أكل فرغين غلبوا المنينين قالوا ده حيجي شبع سنين خير خير ربي وشبع سنين حيجي جوع كبير قالوا ما أنا أنت اللي تخبي اللي ناكل القمح والشعير ناكل وحطوا حاكم يحكم في مصرايم ويجي والصغار يعقوب بينه يكيلوا من عند القمح والشعير